سلام، اليوم راح ندير بيتزا بطبختين. بيتزا يعني راح تجي بزاف بنينه، مستحيل ما تعجبكمش وبزاف سهله. وما تنساوش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. اول حاجه راح نحط قطعه صغيره تاع الزبده في المقله، بعد ما تذوب راح نجرب نمشيها كامل في المقله، وبعد ما تذوب راح نحط واحده تاع التورتيلا، راح تلقاها تتباع في كل المحلات. راح نخليها تحمر مليح ومن بعد نقلبها كما راكم تشوفوا في الفيديو. وقبل ما نقلبها راح نزيد قطعه صغيره تاع الزبده. ونفس الشيء مع الثانيه، بعد ما نكمل راح نحطهم على جهه. في نفس المقلاة راح نحط كمية من الزيت وقطعة صغيرة تاع الزبدة. بعد ما يسخنوا راح نضيف حبة تاع البصل تكون صغيرة مقطعة على شكل مكعبات صغار، ونخلي البصل يتقلى مليح. بعد ما يتقلى البصل راح نضيف سنة صغيرة تاع الثوم تكون مبشورة، ونضيف كمية من اللحم المفروم. نجرب نفتحه بالملعقة كما راكم تشوفوا. وراح نضيف ملعقة صغيرة تاع الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة تاع الملح، ملعقة صغيرة تاع الفلفل الأحمر، ونصف ملعقة صغيرة تاع الكمون. نخلطه مليح ونخليه حوالي دقيقتين ونطفي النار. وهنا في بلا راح نحط أول خبزة تاع التختيلة، وراح نزيد فوقه كمية من الجبن المبشور. هنا استعملت جبن الشيدر، تقدري تستعملي أي جبن حسب الذوق. بعد ما حطيت طبقة من الجبن المبشور راح نزيد طبقة من اللحم المفروم اللي طيبته. وهنا اللحم المفروم جرب ما نحطوش كامل، يعني نخلي حوالي الربع من الكمية نستعملها من بعد. وبعد ما كملت راح نزيد طبقة من الجبن المبشور. ونحط خبز التورتيلا ونجرب نضغط شوية. وهنا بعد ما كملت راح نستعمل صوص البيتزا. بالنسبه للصوص تاع البيتزا قليت زوج سنات تاع الثوم مبشورين، ضفت لهم ملعقه كبيره تاع طماطم الصبارة، وضفت لهم حبه تاع طماطم تكون مبشوره، شويه تاع الملح، شويه تاع الفلفل الاسود، شويه تاع الكمون، شويه تاع الزعتر، وخليتهم يطيبوا. ونسطح الصوص مليح فوق الخبز. وبعد ما كمل راح نضيف اللحم المفروم اللي خليته من قبل، ونزيد نرشها بالجبن المبشور، ونضيف طماطم تكون مقطعة على شكل مكعبات يكونوا صغار، يعني هنا الطماطم راح نزيد لها بنة بزاف. وآخر حاجة راح نضيف شرائح الزيتون يكون أسود. ونحطها في الفرن على 180 درجة، راح نخليها 10 دقائق بالضبط، ونزيد نفتح لها من الفوق قسم يذوب الجبن. وبعد ما نحيتها من الفرن هنا راح نرشها بمعدنوس يكون مقطع على شكل رقيق.